هذه الوقفة هي وقفة للمطالبة بسحب قانون الجرائم الإلكترونية. اللي واقفين هنا هم الهيئة التنسيقية واللي دعت إلى هذا الاعتصام المتوافق مع الدستور الأردني بحق المواطن بالتعبير، هي اللجنة التنسيقية لسحب القانون. تتكون من مجموعة من الأحزاب ومجموعة من المستقلين. الفكرة الرئيسية أن هناك جريمة ترتكب بحق الوطن، اللي هناك مشروع سياسي أردني بقيادة جلالة الملك، وكل الأردنيين كانوا يطمحون إلى أن يروا نتائج هذا من خلال حرية أوسع ومساحة أوسع للتعبير عن همومهم ومشاكلهم بطريقة محترمة. الجميع ضد جريمة، والجميع ضد الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها، لكن تم زرع بعض المواد في هذا القانون تسعى إلى وئد الكلب. لذلك الإخوان واقفين وأنا معهم للمطالبة بسحب القانون، وطبعا الوقفة هي أمام مجلس النواب الأردني الموقر، اللي نطمح ونأمل من أعضاء المحترمين أنهم يسمعوا شو الشارع قاعد بيحكي ويسحبوا هذا القانون وردوا للحكومة، بحيث تقوم الحكومة بإجراء مشاورات أكثر حتى نقدر نخرج بقانون يساعد العملية السياسية ويكون مرضي للمواطنين الأردنيين.